وصلنا هنا إلى يوم المباراة المرتقبة، يوم التنافس الكبير، يوم كبير في قمة غير عادية. مع اقتراب موعد الانطلاق كل أنفاس من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. مشاهدين الكرام، هذه أجمل تحية. سعيد بصحبتكم اليوم، أنا محدثكم فارس عواض، ونلتقي هنا في مباراة منتظرة ضمن بطولة دوري المحترفين السعودي. فريق الأهلي في مواجهة الهلال السعودي، ننتظر مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة كما هي العادة في مباريات كرة القدم. فرصة خطيرة مع نيمار، رياض محرز. والآن مع التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي في لقاء اليوم، إدوارد ميندي في حراسة المرمى، إيفانيس يلعب رفقة ديميرال في قلب الدفاع. رياض محرز سيبدأ مع ماكسيمين في مركزي الأجنحة، وفي الأمام يتواجد فيرمينو. حارس المرمى يبعدها عن مرمى. هذه تشكيلة الهلال في مباراة اليوم، ياسين بونو في حراسة المرمى، كوليبالي سيلعب إلى جوار علي البليه في الخط الخلفي، روبن نيفيز سيبدأ مع سيرجي ميلكونوفيتش في الخط الوسط، وفي الأمام لدينا ميتروفيتش. يتقدم بالكرة، راح فيها استخلاص للكرة وإيقاف المحاولة. الكل مركز عليه اليوم، الجماهير تضع ثقتها الكاملة فيه وتبحث بالتأكيد من أن يظهر بقوة في مباراة اليوم، وأكيد هذا أمر متوقع من لاعب مثله. نتحدث عن تسجيل هدف التقدم الآن. الله، الكرة بتكسر العارضة. الله على الإثارة، على اللقطة، كانوا قريبين جدا. يا رب، هدف أول ونقطة تحول. الله على البداية، على الافتتاح. نشوف إعادة الهدف مرة أخرى، واضح تأثير طريقة اللعب على هذا الهدف. ضغط كبير هنا، وبالتأكيد مع هذا الأسلوب يكون من الممكن ارتكاب الأخطاء واستغلالها. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. محاولة هجومية من الأهلي، لم يكتب لها النجاح وتحولت الخطورة. ميتروفيتش، ملعوبة إلى سافيتش. دفاع حديدي، خلصوا الكرة وأوقفوا المحاولة. هذه كرة خطيرة على المرمى، تصدي هنا، لكن الكرة مستمرة في أرضية الملعب. فقدان للكرة بسهولة بعد تمريرة سيئة. نيمار بيعدي فيها، الله على المتعة. محمد كنو، هنا يظهر الحارس ويتصدى. تاكلينج ممتاز. كيسي، إذن الصافرة تعلن نهاية شوط المباراة الأول. استراحة قصيرة، نعود بعدها لنتابع أحداث هذا اللقاء. الشوط الثاني ينطلق هنا في ملعب الملك عبدالله في الجوهرة المشعة. تصبح الكرة مع الهلال. سعود عبد الحميد، حكم يعطي الأفضلية للهلال. فشل في الاحتفاظ بالكرة. فرصة خطيرة في هذه اللحظات، عرضية باتجاه محرز.
مرت الكرة العرضية من فوق الجميع، فرصة من جديد لكرة التعادل. حارس المرمى ببراعة يتصدى، الله على لقطة، حارس ممتاز، كم متوقع بأن يتصدى لها. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. تمريرة رائعة هنا، أوهو، العارضة تتصدى، يستعيد الكرة بعد ضغط عالي ممتاز. فرص، الله على التصدي، مهدي للكرة. الآن نشاهد اللاعبين وعمليات الإحماء على الخط، ممكن أن يكون هناك تبديل في الدقائق القليلة القادمة. يتصدى الحارس واللعب يتواصل، يتواجد ويعترف ويبعد العرضية. الحكم يشير باستمرار اللعب لمصلحة الهلال. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. رياض محرز، رياض محرز، لم تنتهي بعد، بل بدأت الآن، التعادل يأتي. نشوف إعادة الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة وأصبحت الفرصة قريبة جدا من المرمى، وبالتالي أصبحت سهلة على رياض محرز اللي استغلها بشكل جيد ووضع الكرة في الشباك ولم يترك للحارس أي فرصة. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. نيمار، سافيتش، تقدم قد يأتي في هذه اللحظات إذا استغلوا الضربة الركنية. الهلال يقوم بالتغيير، بينفذ الركنية، ضربة رأسية سهلة تصل لحارس المرمى. في هذا الموقف يجب استغلال كل فرصة ممكنة، من يدري ربما تكون كرة الفوز. الجماهير كلها تطالب بالتسديدة، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة، مرت قريبة جدا من المرمى، كرة قوية من مسافة قريبة من المرمى، لكن يغيب عنها التوفيق. حان وقت التبديل والخروج إلى دكة البدلاء. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. حكم يضيف دقيقتين إلى عمر هذه المباراة. تنتهي 90 دقيقة بدون انتصار لأي من الفريقين.